إذا سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط التاسع كأس مرمي للخيل المهجن الأصيلة عمر 3 سنوات الدرجة الثانية فقط على مسافة 1200 متر. إنما روك بلاك بريد لو راندوم ديستشن روكت فلاد ذا بنتري. إذا انطلق أويق مع الجوال رقم 5 ذا بنتري لشريط شعيب خليفة الكوالي جاسم الغزالي على الصدارة وعلى المركز الأول. ثاني المراكز محاولة مع الجوال رقم 4 روكت فلاد لسيد عبد العزيز الجابر أدويرد بيدروزا على ثاني المراكز، وأيضا ثالثا محاولة مع الجوال رقم 1 إنما روك لخليفة بن شعيل الكوالي من الخارج. ايضا محاولة الجوال رقم 3 راندوم ديستشن لسيد محمد بن حمد العطية هادي الرمزاني على رابع المراكز. اذا عاد الى الصدارة وعود الى المركز الاول الجوال رقم 5 ذا بدري لشعيل خليفة الكوالي على المركز الاول. محاولة خليفة بن شعيل الكوالي يضم من الخارج مع اني ماروك المرشح الاول. اذا الخط المستقيم باتجاه خطينا الى الجوال رقم 1 اني ماروك جاسم الغزالي الان وشعيل خليفة الكوالي. خليفة الكوالي وهاني بنتلي على الصدارة وعلى المركز الاول. محاولة الجوال رقم 3 راندوم ديستشن لكن الجوال رقم 1 اني ماروك خليفة الكوالي محاولة قوية مع الجوال رقم 3 ديستشن لكن خليفة بن شعيل الكوالي جاسم الغزالي على الصدارة وعلى المركز الأول. الجوادة رقم 1 أين ماروكا إلى المركز الأول وإلى الصدارة جاسم الغزالي. خليفة الكوالي يخطف المركز الأول ويخطف الصدارة كأس مرمي إلى خليفة بن شعيل الكوالي وجاسم الغزالي. ألف ألف مبروك على هذا الانتصار للسيد الخيل المهجنة الأصيلة السيد عبد البيسي رئيس قسم السباقات يقوم تتويج الفائزين وهاري بنتلي الفائز بهذا الشوط ولدا. تفضل المدرب جاسم محمد الغزالي ألف مبروك. كما يتفضل المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري كأس مرمي للمرة الثانية على التوالي للخيل المهجنة الأصيلة ألف مبروك. صورة جماعية وتذكارية للفائزين بكأس مرمي للخيل المهجنة الأصيلة وصورة أيضا للخيل والخيال الفائز أني ماروكو وهاري بنتلي. مشاهدينا الكرام حضورنا العزيز